كيفك يا معلم سند؟ كيفك يا معلم حجازي؟ كيفك يا عساف؟ والله زمان. ما هو قدامك هو بصحته، وده بيجرى له حاجة؟ على رأيك نميري الغريب أخوي. واه، مش أنت نميري شريك سعادة أخو غفران؟ كيف تيجي دي؟ هاي جت وحصلت، وداخل عليكم مع أخوي، خلينا في الشغل. وداخل متعصب كده ليه؟ خلينا نفهمه الأول. أنا وأخوي اتصفينا، وهو خلاص صفى شراكته مع سعادة ومشاركنا أنا دلوقتي. موضوع يخصكم. كنا عاوزين نعمل اتفاق، عاوزين نرجع شغل السلاح تاني، وانتم أقرب الناس، عندكم مشكلة توردولي؟ لا ما عندناش، بس الغيبة اللي انت غبتها دي حاجات كتير اتغيرت، السلاح نفسه اتغير وزبون السلاح كمان اتغير. هتعرف توزع السلاح اللي هتاخده مننا؟ خلي بالك البلد ما بقتش كيف زمان، لا عاد فيه اللي يقبض ويسهل ولا اللي يشوفه يغمض عينيه عن غلط. انا عندي زبايني وعندي ناس، ما تقلقوش يا معلمين. وانتوا مش فاهمين مين هم الاغراب؟ فاهمين طبعا، بس الاول خلينا نقعدوا مع بعض نتفاهموا وبعد كده نكلموكم. ها والمعامله كلها هتبقى مع الميري، هو اللي هيقعد معاكم ويتكلم معاكم ويظبط كل الشغل. زين، استنوا مننا مكالمة. سلام عليكم. أقول لك إيه يا سنة؟ سنة 2001 في الشغل القديم لو فاكر، كان لي عندك 36 ألف جنيه، خليك فاكرهم عشان في الشغل الجديد إن شاء الله هنخصموه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلموا. ايوه، والنهارده ومش بعيد يكون التسليم بكره. ضمنهم؟ لا، اتوحشني السجن فجايبهم عشان اسلم نفسي واسلمك معاي. الا ضمنهم يا النيري؟ طبعا ضمنهم. بقول لك ايه، هو غفران الغريب ده جه بيشتغل في الافيون وبيزرعوا؟ اه بيزرعوا فيه ليه؟ ليه سؤال برضك؟ عايز اخبطه في شغله اجيب اجل واخرب بيت اللي جابته. انا مش هعمل كده. ليه يا ابو قلب حنين يا اصيل؟ انت قلتها عشان اصيل. اسمع اخوي، انا في ظهرك، واي حد هيفكر يأذيك أنا وأخوي على والد عمي، لكن أبتدي بالأذية؟ لا. أدلك على أذيتهم؟ لا. يلا يا أمي، يلا.